السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زبناء الكرام، أتمنى الجميع أن يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فبالنسبة هذا الفيديو مخصص للمشتركين عندنا على سيرفر الدلتا 4K وسيرفر التانجو برو، فتم يعني توفير برنامج جديد اسمه مون بلاير 4K كيف ما ترون معي. هذا البرنامج يعني ما شاء الله سريع جدا وعليه جميع الميزات يعني التي تتخيلها في البرنامج، يعني كالبحث الكلي في الأفلام والمسلسلات والقنوات الفافوريت، يعني سريع جدا عليه كل شيء، والتحديثات يعني تكون عليه بشكل تلقائي لا تعمل ولا أي شيء. فطريقة تثبيت هذا البرنامج، يمكن للأشخاص يقومون بتثبيته على أجهزة الأندرويد فقط، يعني إذا عندك سامسونج أو LG فهذا الفيديو لن تستفيد منه شيئا، لأن هذا الفيديو مخصص للأشخاص الذين عندهم أجهزة الأندرويد كهاتف أندرويد سامسونج أو أي نوع، أو يعني شاشة TCL أو شاومي أو جهاز تي في بوكس، يعني هذا الفيديو مخصص لهذه الطبقة فقط. فالآن سوف نذهب إلى طريقة تحميل البرنامج. يعني إذا كان عندك يعني شاشة بهذا النظام كيف ما ترون معي، يعني بهذا الشكل عليها الأندرويد 9 وما فوق، سوف تذهب إلى البلاي ستور مباشرة وتحمل لديك البرنامج اسمه داونلودر، هذا هو الذي لونه برتقالي، يعني سوف تقوم بتحميله مباشرة، تعمل له انستال وبعدها سوف تعمل فتح للبرنامج. سوف يقول لك يعني إعطاء السماح للبرنامج للوصول إلى الصور وهذه الأشياء، سوف تعطيه أوتوريزي يعني السماح، يعني بدون ولا أي مشكل، يعني البرنامج لن يؤثر على الشاشة ولا بأي شيء، فهو ممتاز جدا. وسوف تذهب هنا وتضع الكود 77 53 13 وتعمل جو مباشرة. الآن سوف يبدأ في تحميل البرنامج بشكل تلقائي. فهذه الطريقة للأشخاص الذين عندهم أندرويد 9 وما فوق، أما بالنسبة للأشخاص الذين عندهم يعني أندرويد 7 والأندرويد القديم، فسوف تضعون يعني رابط الملف سوف أضعه لكم في صندوق الوصف، يعني سوف تجدون رابط APK خاص بهذا البرنامج، وتذهب إلى أي متصفح جوجل لديك يعني على الجهاز، وسوف تضع الرابط كيف ما هو وتعمل بحث، ومباشرة سوف يبدأ في تنزيل البرنامج عندك. فلما يتم تنزيل البرنامج سوف تقوم بتثبيته عادي، وهنا في هذا النظام الذي عليه أندرويد 9 وما فوق، يعني سوف تنتظر هكذا التحميل وبعدها تعمل التثبيت. إذا قال لك يعني تذهب إلى الإعدادات وتعطي يعني السماح للبرنامج كي يثبت البرامج، سوف تعطيه السماح وبعدها ترجع إلى البرنامج، وسوف تجد انستال مباشرة تضغط عليها. في حالة إذا لم تجد انستال سوف تذهب إلى هنا إلى فايل إلى هذا المكان وتضغط على فايل، وتجد أن الملف تم تحميله من قبل وتضغط عليه، وسوف يتم تثبيت البرنامج مباشرة عندك. فأنا البرنامج عندي من قبل، يعني سوف أخرج من البرنامج داونلودر وسوف نذهب لاستكشاف البرنامج الجديد وهو المون بلاير 4K. نضغط عليه هكذا بهذا الشكل، فكيف ما صار معي يعني يفتح بشكل سريع ممتاز جدا. فسوف نذهب إلى Change Playlist، فهو يدعم السيرفر Delta 4K والتانجو برو. مثلا أنت مشترك على الدلتا 4K، سوف تأتي إلى الدلتا 4K تضغط عليه وتضع Edit، لن تضع Connect أو أي شيء ثاني، Edit فقط، تضع Edit، ويجب عليك هنا في اليوزر نيم أن تضع اليوزر نيم الخاص بك الذي أرسلنا لك عندما اشتركت، وهنا أيضا تضع الباسورد، وتضع هنا Update Playlist، وسوف يتم إبديت للبلايليست، وتضع دلتا هكذا وتعمل كونكت، وسوف يتم فتح لك القنوات وكل شيء مباشرة. وأتمنى هذا الفيديو أن يكون كان بسيط وينال إعجابكم، لا تنسوا لايك للفيديو وتعليقات لتحفيزنا، وإذا كنت يعني تريد الاشتراك فمرحبا بك، مرحبا بك، عندنا الكثير من السيرفرات، ونلتقي في فيديو لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.